وغادي نبداو فقرتنا كما العاده بالتغذيه مع ضيفتي وضيفتكم لهذا الاسبوع ان شاء الله. معنا الاخصائيه اسماء زريول مباشره من الرباط. صباح النور. صباح النور حليمه. صباح النور جميع. اهلا وسهلا اسماء، كنتمنى ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. الحمد لله، اهلا بك وبالجميع اللي انضموا لينا. مرحبا بك اسماء. فاليوم غنتكلموا اسماء على واحد المضاد حيوي طبيعي، الثومة. نعم، الثومة هي فعلا كيف ما قلتي مضاد حيوي طبيعي. ولكن ماشي نسمعوا مضاد حيوي طبيعي، فهي الكل العدوى، اي عدوى وكل عدوى، وما تتغنيناش على يعني على استعمال لي زونتيبيوتيك في حاله وصفها الطبيب. نعم، اذا بطبيعه الحال الدواء شي حاجه اللي هي مهمه دي بكل تاكيد، لكن احنا اليوم بغينا نهضروا فقط على الجانب ديال الجانب الغذائي والصحي ديال الثوم، يعني كمضاد حيوي. من قديم الزمان اسماء هو كيتستعمل كمضاد حيوي او لا ضد البكتيريا والفيروسات. فاليوم بغينا نتعرفوا على هذا المكون بالتفصيل معك. نعم أكيد، في الثومة من الأشياء اللي هي يعني سبحان الله مميزة فيها هي أنها قد ما كيف ما اختلفت طريقة التناول ديالها قد ما الفوائد ديالها كتختلف. نعم نعم، فمثلا إلى كليناها طيبة ماشي هي إلى كليناها خضرة. صح. إلى مثلا مضغناها ماشي هي إلى سرطناها كيف ما هي. نعم. فمثلا ملي كتكون غادي تمضغها فكتكون هذه العمليه ديال انك مثلا تمضغها كيتكونوا واحد المواد اخرى فعاله. يعني ما تيكونوا فيها ولكن كيكونوا نتيجه للمضغ ديالها يعني الكونتاكت ديالها مع الهواء ومع لا ساليف عند الانسان. فكتكون مواد اخرى تتكون هي فعاله ومفيده. على حسب شنو بغينا نعالجو بها مثلا، يعني كتبقى الطريقة. نعم. فكذلك مثلا ناخذوها طيبة في الماكلة، ناخذوها مثلا حبة ونسرطوها، نمضغوها ونسرطوها، خصوصا ملي كيكون عندنا آلام مثلا ديال الحلق. نعم. حنا ملي كنمضغوها بحال كنشطوا دوك المواد الفعاله فيها باش ملي تدوز على الحلق تعطي المفعول ديالها. نعم، واخا سؤال هنا اسماء بالنسبه يعني الناس كيعرفه يعني ماشي كلشي تيقدر على الثومه، فواش كاين شي مكون اخر طبيعي ممكن نضيفوه على الثومه كيف ما قلتي وعاد نستعملوها وبطبيعه الحال ما تفقدش الفعاليه ديالها؟ نعم، هي اننا نستعملوها في الماكله وصافي. يعني ما ناكلوهاش بوحدها. نعم، ما ناكلوهاش مثلا بوحدها، ممكن ناكلوها نستعملوها في مختلف يعني الاطباق. يمكن لنا نستعملوها مجففه ولا طريه. والثومه الحمد لله حاضره في اغلب الاطباق المغربيه. ضروريه. نعم. فهذا من جهه. سولتني رجاء قالت لي الطريقه يعني الامثل ديال تناول الثوم، يعني انت شنو كتفضلي اسماء؟ دابا الطريقه الامثل بناء على داك الشيء اللي بديت به. فانا قلت في الاول انه هي الفوائد ديالها كتختلف مختلف طرق التحضير والاكل ديالها. فافضل حاجه هو اننا ننوعوا في طريقه الاكل ديالها. نعم. يعني مره غادي نحكوها، مره نمضغوها، مره ناخذوها نصطيبه، مره طيبه، مره يعني كل مره ناخذوها بطريقه معينه باش اي باش هذيك الطرق المختلفه تعطي الفعاليه. تعطي الفعاليه وكتستافدوا من الثومه في جميع حالاتها. انا نعطي واحد الوصفه الا سمحتي وقولي لي واش مزيانه ولا لا. اسماء اكيد تفضلي. هذه وصفه كنت جربتها، درت شويه ديال الماء يغلى، درت فيها يعني شويه ديال الثومه، واحد سته ديال درس مثلا ديال الثومه، وخليتها غير شي شويه باش نقدر نمعسها، يعني درتها بحال كومبوت، وزدت عليها شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الازير، وجات هائله.
يعني بحال كونفيتور كتطختيني بها مثلا خبيز وكديري من فوق منه شويه ديال الزيتون شويه ديال مطيشه، يعني الفطور الناس اللي كيبغيو هاد النوعيه ديال الفطور. نعم هي لا بأس بها، خصوصا هاد الطريقه اللي تكلمتي عليها هي طريقه كناكلوها نعم بحال يعني استعمال غذائي ديال الثومه، ماشي استعمال دوائي، ولا خدينا ولا مثلا خديناها بوحدها، ولا جبدنا منها مثلا واحد المواد فعاله وغناخذوها بواحد الطريقه بواحد لادوز. لا، الاستعمال الغذائي دائما امن. نعم كاينه حتى وصفه اخرى واللي هي وصفه معروفه عند يعني من زمان كتستعمل السعال الكحه. نعم فكناخذوا يعني الثومه وكناخذوا الشريحه نعم معروفة هذه الوصفة. نعم معروفة جدا ومفيدة جدا. نعم. فكناخذوا الشريحة وكناخذوا الثومة بحال كنبخروهم. ملي كنبخروهم كنزيدوا عليهم الزيت البلدية وكنعطيوهم الشخص المصاب بالسعال. فتتكون يعني فعلا كتعطي نتائج جيدة بالنسبة لهذه الحالة هذه. نعم. الثوم بطبيعة الحال ما عرفتش ربما تكوني متفقة معايا، ماشي أي واحد يقدر يتناولوا أسماء، خصوصا الناس اللي عندهم طونسيون كينزل. نعم بالنسبة للناس اللي عندهم طونسيون كينزل فيحاولوا ما يكتروش منه، ولكن الناس اللي عندهم طونسيون كيطلع ياخدوه. بالنسبة للناس اللي مرضين بالمعدة ما عمرهم غادي يشدها ويمضغها ويصير الثومة خضراء، خاص ضروري تكون طيبه وفي الاكل ما ياخذهاش بوحدها. وحتى الناس اللي عندهم القولون يعني عندهم انتفاخات وعندهم القولون نعم مشاكل في القولون حتى هما ما ياخذوهاش غير بوحديتها، دائما في الاكل. وايضا كما قلنا نسكت يعني من قرحه المعده على الخصوص، لانها كتزيد يعني في الافرازات وكتقدر تضرهم. نعم فإذا كل ما هو طبيعي هو جميل ومفيد، بطبيعة الحال دائما تحت استشارة، دائما سولوا الأخصائيين في مجال التغذية، الحمد لله يعني كاينين اليوم، دائما نتوجهوا شنو هي الحاجة اللي مفيدة لنا، ودائما نحاولوا نتفاداو الحاجة هي مضرة للصحة ديالنا. أسماء شكرا جزيلا لك، غدا إن شاء الله غيكون موضوعنا حول وسائل تخفيف من احتباس الماء، ف موضوع مهم جدا كذلك للنقاش معك غدا بحول الله على نفس التوقيت وطبعا على نفس الإذاعة.